فقط في حلب نشاهد هذا التراكم الوقور والهادئ لنبض مستمر في تكوين عمارتها والتي تضج بعبق التاريخ والذكريات. بعد العبور من باب أنطاكيا تحدثك حجارة المكان أن لا سبيل أمامك سوى أن تتمهل وترهف السمع، وبخطوات قليلة يستقبلنا السوق، فتلفحك رائحة صابون الغار والزعتر والتوابل، حيث كان لحلب بموقعها الاستراتيجي دور هام في التجارة العالمية، وكانت قطب الرحى لطريق الحرير والممر السوري العظيم. برزت العديد من الأسواق التي تفرعت عن الأغورا ذات العهد الهيلينستي والتي تقع أمام المدرسة الحلوية، وتفرعت عنها تلك الأسواق لتعتبر من أكثر الأسواق تنوعاً وشمولاً لكافة احتياجات المجتمع. فكان يقال سابقاً أن أي شاب يقدم على الزواج يستطيع أن يشتري كافة مستلزماته أثناء مروره في سوق باب أنطاكيا مرة واحدة فقط. سجلت أسواق حلب كأطول سوق مسقوف في العالم بطول 17 كيلومتراً ومساحة 16 هكتاراً. أقبيت سقوفها بشكل غمس سريري. كانت السقوف في الفترة الزنكية والأيوبية من الحصائر والخشب، واستبدلت بالغمس لعدم مقاومتها لعوامل الطقس، وأحدثت فيها فتحات لتأمين الإنارة والتهوية. يعتبر سوق السقطية من الأسواق القديمة تاريخياً في مدينة حلب، وأهمها لأنه عقدة وصل بين سوق باب أنطاكيا وسوق العطارين. يضم السوق أكثر من 86 محلاً، ويمتد من باب أنطاكيا في الجهة الغربية حتى سوق الزرب مقابل قلعة حلب شرقاً. يرتبط هذا السوق بالذاكرة المضيئة لأهالي حلب، ويتميز بالمأكولات الشعبية كالفول المدمس والحلويات التراثية، وربما أتت تسمية هذا السوق من بيع سقطات لحم الأغنام. فيه ثلاث قباب مدببة من الداخل ومرتفعة ترتكز على أعناق وسراويل ركنية، أما أرضيات السوق فقد رصفت بالأحجار البازلتية المحدبة والمنتهية في طرفي الشارع بمجرى مستو يسمح بمرور مياه الأمطار إلى مجاري التصريف. تشابهت مداخل المحلات من حيث طرازها المعماري، فبنيت بشكل مقنطر من حجر كلسي منحوت، كما بنيت الجدران بشكل سميك بحجر كلسي أيضاً. تدل الأسواق المتعددة في حلب على النشاط التجاري والاقتصادي في المدينة، فهناك 37 سوقاً تخصصياً، وما يباع في أسواق القاهرة بشهر يباع في أسواق حلب بيوم واحد. لكن قناة السويس أثرت على الحركة التجارية لحلب لتتقلص حينها. إن أسواق حلب وعبقها التاريخي جزء هام من النسيج المعماري التاريخي لمدينة حلب القديمة التي سجلت على لائحة التراث العالمي كإرث إنساني عظيم ساهم في التمدن والتحضر عام 1986، لتبقى شاهداً على الألق الحضاري لمدينة حلب، مدينة الشمس الحاضرة المستمرة عبر العصور.
رغم عاديات الزمن.